اكتر الفكره، وكمان ليه هم قرروا يعملوا الموضوع ده. معانا على التليفون الاستاذ سعيد عبده، وهو رئيس اتحاد الناشرين المصريين. يا استاذ سعيد، اهلا وسهلا بحضرتك، ومتشكر قوي على المقدمه الجميله. اهلا وسهلا بك معانا ومنورنا جدا. الله يحفظك يا رب تحت امرك. اهلا وسهلا. طيب استاذ سعيد، يعني الفكره جايه من اتحاد الناشرين المصريين. اول حاجه كده يعني عرفنا اشمعنى الموضوع ده حصل السنه دي بالاخص، وكمان الفكره جت ازاي؟ هو يعني الحقيقه هو زي ما ذكرت حضرتك ان معرض القاهره من اهم المعارض على مستوى المنطقه العربيه، وبل على مستوى العالم، لانه اكبر معرض من حيث المده ومن حيث عدد الزوار اللي بيرتادوا المعرض يوميا. الفكره بدات معانا في اتحاد ناشرين ازاي مع الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها ويمر بيها العالم كله مش مصر بس، بسبب الحرب مع روسيا واوكرانيا. فالحقيقه كان لازم ياثر على القارئ، زي ما حضرتك قلت من الصعب جدا ان هو في الظروف دي ينزل يشتري احتياجاته، هيتاثر طبعا، دخله اتاثر بشكل غير عادي. فكان لازم دورنا نياثر على الناشر. الو استاذ سعيد. طيب طيب هنتواصل مع حضرتك تاني عشان خاطر برضو نكمل بقيه موضوعنا. والله بص، انا مبسوط جدا بالمبادره. يمكن كمان استاذ سعيد في اول كلامه هو قال فعلا ان يمكن الظروف العالميه والظروف الاقتصاديه دي بتاثر على اللي يعني نقدر نقول الحاله الاقتصاديه لكل الافراد. ويمكن كمان هنعرف اكتر دلوقتي من استاذ سعيد عبده، معانا طبعا على التليفون. استاذ سعيد. اي فندم، انا معاك. اي فندم، اتفضل يا فندم، كنا سامعين حضرتك. وعلى هذا الاساس احنا تقدم اتحاد الناشرين بهذه المبادره للتيسير على القارئ المصري والقارئ اي مواطن بيرتاد المعرض مع فيزا كارد بيقدر يقدم لدور النشر المشاركه في المبادره دي. وبيستفيد بميزه التقسيط، بتشيل احتياجات الاسره بالكامل اذا كان له او لاولاده او كده. فدي كانت المبادره للتيسير على القارئ، والناشر كمان يقدر يقدم اللي لديه. طيب. من اصدارات جديده او الاصدارات السابقه تبقى موجوده في المعرض. طيب استاذ، ايضا اتحاد الناشرين بيقدم مع الحقيقه تماشيًا مع سياسه الدوله ان احنا بنقدم 30% للقادرون باختلاف لدعم هذه الفئه اللي تستحق الدعم. نقدم خصم 30% من كل دور النشر المصري. في حاجات تانية الحقيقة، تدرج في القصر من 20% ليصل بعض الأحيان على نوعيات معينة ل 80% خصم. الحقيقة ده انعكس على الأيام اللي فاتت، كان في طبعا روح سلبية وكلام كتير قوي من القراء ومن الناشرين حتى أنفسهم أن المعرض مش هيحقق نجاح في ظل هذه الظروف. الثلاث أيام اللي فاتوا والنهاردة المبيعات الحقيقة أكثر مما يتوقع حد، أعلى مبيعات حققت في السنوات الأخيرة موجودة في المعرض السنة دي. عدد الزوار زيادة الحمد لله كبيرة، وده الحقيقة يعني بيسعدنا جدا. عدد المشاركين من الدول العربية الحقيقة عدد كبير جدا. عندنا صالة للأطفال والوسائل التعليمية والكتاب المدرسي برضه تأثيرها على هؤلاء الأمور، إن الكتاب المدرسي يبقى موجود بنسبة خصم معينة. وفي مجموعات بتتقدم مجموعات مخفضة، يعني تلاقي في كتاب من 2 جنيه لغاية 20 جنيه. تمام. مجموعات كده في بعض الناشرين بيقدموها، ففرصة طبعا من خلال المنبر بتاعكم المهم جدا. يعني كده نقدر نقول الإقبال اليومين دول كويس جدا ومش قليل الحمد لله. دي لا مش قليل، دي جزئيه بس. معلش برضو هرجع تاني للجزئيه الاخرى اللي هي الخاصه شويه بالتقسيط. هل هنا يعني لو حد حابب يشتري بعض الكتب، هل هنا بيتم تقسيطها بفايده ولا بدون فوائد؟ لا، وهل بتبقى لكل الكروت اللي هي الفيزا والماستر كارد والكلام ده كله، ولا لبعض الكروت الخاصه بكم انتم كدار نشر؟
لا احنا مش الكروت الخاصه ببنك مصر والبنوك واتحاد الناشرين مع اتحاد الناشرين، وهتلاقي حضرتك ستيكر موجود على كل الناشرين المشاركين في هذه المبادره. وهي بقول لحضرتك التقسيط بدون فوائد بلا اي اعباء على المواطن. كويس. انه فرصه ان يقتني اكبر مجموعه ممكن. وده الحقيقه بقول لحضرتك الايام اللي فاتت في اقبال كبير جدا وارقام المبيعات، انا بتابع مع الناشرين الحمد لله ارقام مبيعات كبيره، وبتقول انه الكتاب ما زال هو المصدر الاول للمعرفه، وانه الكتاب ده يعني خير وسيط، لانه طبعا احنا عندنا الرقمي عندنا الصوتي، ولكن المحتوى الاصلي بتاع الكتاب مش بقوه الورقي. هو الرافد الاساسي. القراءه متعه، ودي بتتحقق مع الكتاب مش مع اي وسيط ثاني. ومع ذلك احنا الناشرين المصريين داخلين في النشر الرقمي من خلال اصداراتهم الورقيه، وكمان في النشر الصوتي، ولكن ما زال محدود، ما زالت مبيعات الكتاب الورقي اعلى من اي وسيط اخر استجد علينا في السنوات الاخيره. ده طبعا ده شيء مبشر جدا يا استاذ سعيد، بس برضو انا عايز اعرف يعني جزئيه التقسيط دي ممكن تكون من اهم الاجزاء اللي احنا عايزين نتكلم فيها. برضو انا عايز اعرف من حضرتك حاجتين. اول حاجه، كم دور نشر مشتركه معاكم في اتحاد طبعا الناشرين؟ ده رقم واحد. رقم اتنين برضو انا عايز اعرف هل في حد ادنى او حد اقصى للتقسيط، ولا برضو ايه الشروط؟ لا يا فندم، ترجع للمساحه اللي عندك حضرتك. معاك الفيزا الحدود القصوى بتاعتك، ممكن تشرب الحدود القصوى كلها. او بجزء من الحدود، يعني الفيزا بتاعتي غير الفيزا بتاعتك الليمت بتاعتك. بالظبط، يعني حاجه اللي هي حسب الحدود الشخصيه لكل شخص. تمام. اما بالنسبه لنا الكل اهلا وسهلا طبعا. بنرحب بيهم كلهم في المعرض. تمام. وكل الناشرين المشاركين في هذه المبادره. هي هنا لحظه واحده. هي هنا لبعض يعني لبعض دور النشر فقط، ولا هي عامه لكل دور النشر داخل معرض الكتاب، ولا اللي يتبعها دور النشر داخل معرض الكتاب؟ اعضاء، كلهم اعضاء في التحديد. كلهم اعضاء، ما فيش حد مش عضو مشارك. لانه فهو كده خلاص كده كل المعرض يعني بالكامل. تمام يا فندم. وهتستمر هذه المبادره معانا على طول بعد كده في مكتبات الناشرين. اي ناشر عنده مكتبه هتبقى مستمره معاه الخدمه طوال العام، لانه احنا بنساعد الناس على القراءه. يهمنا ان احنا نيسر، ودي اساس طب المبادرة. انا يعني هاخد معلش في منطقه اخرى برضو مهمه جدا. دلوقتي الكتاب ده يعني بعيدا خالص عن مرض الكتاب طبعا ونجاحه الحمد لله، لكن اكيد برضو البعض هنا بتساءل ليه الكتب يعني بعضها بقت يعني مرتفعة السعر بشكل كبير وملحوظ بشكل واضح جدا. هل هنا مفيش اي مبادرات ممكن تتم خلال العام؟ مفيش اي اجراءات اخرى ممكن تقلل من بعض التكلفة الخاصة بطباعة الكتب بخلافه؟ هقول لحضرتك، اولا الكتاب هو سلعة زي اي سلعة موجودة في الاسواق. تمام. يخش فيها مدخلات من مدخلات صناعه الكتاب. اكثر من 80% مستورد. الورق اللي بينتج في مصر بيغطي من 15 ل 20%، فبيضطر الناشر انه يلجا للورق المستورد. ومصر مستورده كبيره للورق، لمستلزمات الانتاج الاخرى من احبار وسلكات وافلام. هذه المدخلات تاثرت في الفتره اللي فاتت، تاثرت بشكل كبير زي اي شيء. حصل انفليشن في تضخم في الاسعار بشكل غير طبيعي. الشحن تكلفته بقت عاليه، الورق بقى له بورصه يوم كل ساعه حضرتك رقم معين. كل ساعه بقى برقم معين، والدفع عند الاستلام. يعني عند الاستلام يقول لي، ممكن يقول لي لو انا حجزت النهارده 10 طن ولا كميه معينه من مستورد، السعر عند الاستلام، يعني كل ساعه ليها سعر. ودي مشكله كبيره جدا. وبالرغم من ده احنا عملنا موائمه، انا مصلحه الناشر انه لا يحمل الاعباء كلها على الكتاب. وبالتالي عملنا بالانس بين الاثنين مع بعض. ازاي ان احنا يعني انا ما اخسرش، وازاي ان انا يبقى ما حملش القارئ كل النسبه اللي زادت من التكاليف الانتاج. ويمكن من خلال حضرتك برضو انا بوجه الناشر المصري يحتاج الى دعم كبير جدا. اكيد. وخاصه وتوفير وسائل الانتاج. وحاجه ثانيه مهمه جدا برضو، انه هل تعلم ان مصر فيها 400 مكتبه فقط لخدمه 100 مليون؟ ال 400 مكتبه دول موزعين على الاقاليم، منهم 60% او 65% بين القاهره واسكندريه وبعض الاقاليم، والباقي في محافظات ما فيهاش مكتبات.
وهنا من هنا، لانه ما فيش حد بينتج سلعه وما عنديش اماكن للتوزيع، عشان كده بنهتم بالمعارض الداخليه والمعارض الخارجيه، ولكن محتاجين دعم الدوله في انشاء مكتبات. في عندنا مشروع اسمه مشروع شارع 30/6 للمكتبات، عاوز في كل مدينه او في كل محافظه يبقى عندنا شارع للمكتبات، وعندي التمويل من خلال صندوق المشروعات الصغيره او جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه للتمويل، ولكن محتاجين من وزاره الحكم المحلي ومن الدوله توفير مكان، واحنا علينا التجهيزات لمزيد من المكتبات، لانه المشروع ده هيوفر 2600 مكتبه اضافيه لو قلنا 26 محافظه، 100 مكتبه في كل محافظه. اذا هنا توفر الكتاب للي في اسوان، وتوفر الكتاب بصفه دايما للي في اسكندريه وفي اي مكان في مصر. طبعا كلما توفرت اماكن التوزيع كلما زاد ولبيت احتياجات القارئ في مكانه، الدنيا هتبقى اسهل واسرع شويه. استاذ سعيد طبعا نورتنا جدا، يعني معلش لازم اقطع حضرتك حالا عشان بس نطلع لفاصل ضروري جدا. يا استاذ سعيد نورتنا جدا، وشكرا جدا ليك على المداخله التليفونيه. طبعا الاستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، شكرا جدا على المداخله التليفونيه.